دوشتنا اليوم بطعم جديد وروح جديدة عن موضوع ما بيخص الثقافة الشعبية بسوريا. اليوم راح نروح لمكان بعيد شوي ونحكي عن موضوع بيتعلق بالثقافة الشعبية لأهل هالبلد، بيتعلق بنجاح وتعافي هالبلد بعد ما خاض تجربة حرب آسيا. ما راح نقارن بين تجربتنا وتجربته يلي راح نحكي عنه، بس رح نحاول نستمد الأمل من هالتجربة ونعرف إنه ما في شي مستحيل. ومثل ما غيرنا نهض وقام ونفض غبرة الحرب واليأس والاستسلام، كمان نحن منقدر. اليابان هي واحدة من الدول يلي مرقت بظروف الحرب، أو مو أي حرب، كانت حرب دمار شامل. خليني أحكي لكم شوي عن ظروف الحرب يلي مرت فيها اليابان وعن نهضتها بعد الحرب العالمية الثانية ووصولها لحد المعجزة العلمية والحضارية. رغم الكارثة يلي تعرضت لها بأواخر الحرب العالمية الثانية واللي كانت أكبر كارثة نووية سنة 1945 وقت ألقت أمريكا قنبلة ذرية على هيروشيما أكبر مدن التجارة اليابانية ودمرت 90% من المدينة، ولحقتها قنبلة تانية بعد 3 أيام على ناغازاكي أكبر الموانئ البحرية وأكثرها نشاطاً صناعياً وإنتاجاً للذخائر والسفن والمعدات العسكرية والمواد الحربية. قنبلة ذرية، مدن مدمرة بالكامل، آلاف الضحايا، بس رغم هيك اليابان بإرادة وتصميم شعبها وتحت إشراف المعماري الشهير تانكي كينزو قدرت تعيد بناء مدينة هيروشيما وتعيد نشاطها التجاري المتميز. نهضت اليابان وتجاوزت بالحقيقة كل التوقعات وفاجأت العالم بحجم التطور يلي وصلت له. فخلال 71 سنة صارت رائدة العصر الحديث اقتصاديا وصناعيا وعلميا. وأهم شيء اعتمدت عليه اليابان بنهضتها هو تركيزها ودعمها للعلم من خلال بناء المدارس والجامعات بكل أنحاء البلاد وتأهيل المعلمين وإعطاء المنح الدراسية للطلاب للاستفادة من العالم الخارجي وخبراته. وبهالطريقة ما ضل العلم حكر على أبناء العائلات الغنية، لا، صار كل فرد عنده الفرصة لأنه يكون متميز بحسب تحصيله العلمي مو بحسب مكانة عائلته الاجتماعية. وهيك انتقل المجتمع الياباني من الطبقية الاجتماعية القائمة على الوراثة للفرز الطبقي حسب التحصيل العلمي. واليوم أعظم الاختراعات بالعالم هي اختراعات يابانية، مثل الروبوت الآلي اللي بيشبه كتير البشر واللي صنعته شركة هوندا وعطته اسم أسيمو. ويعتبر هالاختراع ثورة إلكترونية بحد ذاته بتبشر بنمو اقتصادي كتير كبير لمستقبل اليابان. وغير هيك اليابان اليوم بعد كارثة هيروشيما بحوالي 100 سنة هي من أشهر الدول بالصناعات الصلبة مثل الحديد بأشكاله وأحجامه. وغير هيك اليابان بيحتل المرتبة الثالثة على المستوى العالمي بتكرير البترول وبيساهم بحوالي 40% من الانتاج العالمي لصناعة السفن. هاي مو كل المجالات اللي بتفوق فيها اليابان اليوم. ليش عم نحكي عن إنجازات اليابان؟ لأنه تجربتها هي درس كتير مهم فينا نستفيد منه، وفينا نستمد الأمل منه بأنه رح نقدر بوقت قصير نتعافى من آثار الحرب ونشوف نجاحات بتذهل العالم بهمة وقوة السوريين وبالإيمان بالعقل السوري المبدع والمبتكر والقادر على التحدي والنهوض.